اكس اكس لارج. انا قلنا انا وباسم هلق امك بتيجي ولك بتذبحنا. ولك لا، بايدي بايدي فرطت، ما نزل شيء، ما تلوثتي. وينك؟ جبت بص، هي بصله هيك قد، بصله هيك قد، بس جبت نصها هيك شفتين. يلا بلا تمام؟ بلا يا لا لا لا، عشان بقول لك انه لا. البيضه بتمنع اي حدا. انت جات لبلاك يا جماعة لا كلها. ولك بصله هيك قد. تمام، هاي ليك، هاي اثنين شفتين بدي اكل. ليك ما اكبرهم، والله كبار. بلا طبيعتك طلع اسبوع هلا. ماما انت بتعقد، انت طب شو بدي اعمل؟ قال بيعرف انه كبيرة، بده كبيرة كاملة والله. لك شو كان في ابن الحلال بموت، بقضي اليوم بالمشفى. مثل التفاحة بش بش بش. تمام، هاي اثنين. لا لا ما بسلكش عن جد. لا خلص، تمام، عن جد طارت لك علي الحلقة. يا ريتني ما طلعت، خربت يا الدنيا. خيي هو يا باسم رجع بعت لي بيكي هو. ها انا هربت. آه، يعني كان لازم اهرب. لو وهيام هربت في والله حياتي ما كنت خلصت من لسانك. نحن هربنا مشان امك تفضحنا. انت اللي جبته لحالك لو بالضبط. لو لك لو هربت ما كنت خلصت من لسانك. بيعرفني تمام، هاي عم باكل هدول. ها تمام، ليك هي في شقفه هون كمان وقعت من هذه. جيب جيب الطنجرة، ليك جيب الطنجرة 10 دقائق. يا طنجرت شو؟ خلاص عم باكل بصله. يلا جيب النص الثاني. نص يا زلمة، كنت تقول هلا بجيب. يلا لك، والله لا تقتلني. املا املا ايه عم طعمين بصل. تعال شوف يا امي عن جد انسى اللي حصل. حتى امي بدها تتفرج علي. حدي طيبين لك، صح حد كتير اكيد. بجننوا. اصلا البصل بقوي النظر. اينو نظر يا ابن حلال، راح نظري بهالبصلة. يعطينا أصوات. يا حرام يا باسم يا ويلي. ايوه أنا بالضبط، لا تخليني اصوات أحس بده. بتأنيب الضمير. أنا هربت يا جماعة، هو رجع بعت وراك. ماما ما كنت خلصت من لسانك لو ما رجعت. لا لا كنت خلصت والله. تركناك تركناك بحالك، قلنا احنا ما تفضحنا امك نهرب. يعني ما كان هذيك المرة، ما كنت بعرف انه ما عند، ما كنت بعرف انه عنده تحدي، وما اجيت على التحدي لانه ما كنت بعرف وفضحتني معلم. ايه لانه كل العالم رش ملح. ماشي كذا بدك رشمي حالك. لا رش ملح كمان. ايه اطيب تطلع البصلة. انا لحظة رح اجيب مي وجاي. يا شو عامل في باسم يا. لا بدون ماي شوش. انا ايه بقول له انت لا استنى. كان لا ابن سوريا بدون ماي. بدون ماي ممنوع تشرب ماي. ممنوع تشرب ماي. شو؟ ممنوع لك تشرب ماي. اختنقت؟ عم بيعذبك قال لا بده يدللك. لك ممنوع. اختنقت؟ خلص يلا 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 بدنا نروح. استغفر الله. يا رب دخلك ما حدا ارجع اعلق فيه بعد احكام باسم. انا بكره بصير بده ينتقموا مني. ليه حالة أغريق؟ إذا بحكمك لنيمك بالمشفى.
تصدف تصدف شي مرة وبحكمك، إذا بنامك بالمشفى عبالي. طب عيد التحدي هلا. يعني بتصدف يكون عنده حدا. شو بدك تطعميني ليش؟ ليش شو بدك تطعميني الصغر البصل؟ قبل ما تبعت جارتي على المشفى ليه بعتك على المشفى؟ ليش بدك تطعميني غير البصل؟ خلطة 5 نجوم. خلص لا تتذكر من غسيل مادي. وليه شو بدك تعمل فيه؟ خلص خلص يلا روح يا نبي روح، افرجنا عنك روح خلص. راح فيها الزلمة. طب تعقدي معي هون. هبور تعشف هبور عم بقص، صرت اكل كيلتين بصل. طب تعي شو خدني هون تعي شوفي باسم هو عم طعمي الشاب بصل عم بقرشه بصلي هيك قاعد بتقول لك البصل بفيد. والله العظيم والله يا خالتي بنتك رح تنامني بالمشفى اليوم. قال والله بنتك طلعي رح تنامني اكلت قدهم عمرتين لهدول. بتنيم هيك البصل بالمشفى؟ قال لا ما بتنيم كون. بس شفني بس انسحب فورا المرة الجاية. ما خسر لا ما ها طلب منه الشاب اختي. يلا هلق لا بدي سكر هلا شوي تاني. لا عن جد بلشت تقلب معدتي حاجة باسم. خلاص روح روح اتكل على الله. باشا قال امي حاج خلاص اكل باشا تقلب ليكو يا معدتي. جماعة امي اذا بتفوت على البيجو ما في احكام. سامحتك خلاص سامحك باسم مشان خالتي. يلا تصبح على خير نبيل. تصبح على خير، ضل خير. ليش بالموضوع؟